بلادي 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 لك حبي وفؤادي، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم. فرق هذه المجموعة، المجموعة الثانية حاليا مركز أول طلع الجيش برصيد 4 نقاط، مركز ثاني زد اف سي برصيد 3 نقاط، بيراميدز الثالث برصيد 2، وفاركو بيحتل المركز الرابع والأخير برصيد 1. مباراة اليوم أو مباراتي اليوم في هذه المجموعة، المجموعة الثانية، هم لقاءين طبعا مهمين جدا جدا من أجل التحديد البطل والوصيف، من أجل التحديد من سيصل ومن سيتأهل إلى دور الثمانية من هذه المجموعة، المجموعة الثانية بكل تأكيد. طلاع الجيش أي نعم هو بطل هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، ولكن لسه الطلائع حتى الآن لم يصل ولم يتأهل إلى دور الثمانية. مباراة اليوم أكون أو لا أكون لكل الأربع فرق الموجودة في هذه المجموعة، واليوم طلاع الجيش يحتاج إلى نقطة وحيدة عشان يتأهل رسميا إلى الدور القادم. وفي المقابل نادي فاركو مشاهدينا يسعى من أجل الفوز، ولا بديل له سوى الفوز عشان يقترب إلى حد ما من أجل حلم الوصول وحلم التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية. النهاردة فاركو وطريقة لعب 4-4-2، محمود السيد حارس مرمى، باك يمين سيف العجوز، باك شمال جابر كامل، 2 قلبي دفاع احمد عوض، ياسين مرعي، 4 في نص ملعب على الطرف اليمين وليد مصطفى، على الطرف الشمال احمد فؤاد، 2 على الدايرة محمود عماد، احمد البحراوي، ورأس الحربة النهاردة سيف تيري ومحمد بنجورة. والان اعزائي المشاهدين نستعد الان لبدء احداث هذه المباراة، لقاءات الجولة الثالثة في هذه المجموعة، المجموعة الثانية، دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية في النسخة الثالثة لعام 2024. النهاردة فرق على الورق وطريقة لعب 4-4-2، وفي المقابل طلاع الجيش النهاردة وصاحب الزي الأبيض هيكون على يمين الشاشة، وطريقة لعب 4-1-4-1. محمد شعبان حارس مرمى، باك يمين أحمد زولة، باك شمال حسام دادو، 2 قلبي دفاع محمد سمير، خالد سطوحي، 4 في نص ملعب على طرف اليمين يسر وحيد، على الطرف الشمال احمد متعب، 2 كمحاور ارتكاز مصطفى القواجة، عبد الرحمن شيكا، وتحتيهم ليبرو في نص الملعب علي حمدي، وراس حربة وحيد هو المهاجم النيجيري بول جوليوس صاحب القميص رقم 38. حتى الان وصل رسميا 6 فرق الى دور الثمانية من المجموعة الاولى، البطل الاتحاد السكندري والوصيف نادي سموحة، من المجموعة الثالثة البطل هو السيراميكا كليوباترا والوصيف هو نادي إنبيل بترولي، ومن المجموعة الرابعة وصول البطل النادي المصري البورسعيدي والوصيف هو نادي الجونة. والآن أعزائي المشاهدين مباراتين في وقت واحد في ختام لقاءات دور المجموعات، والمباراتين في مجموعتنا المجموعة الثانية من أجل التحديد البطل والوصيف ومن سيخرج من هذه المجموعة إلى دوري المجموعات. طبعا بطل هذه المجموعة، المجموعة الثانية، سوف يتقابل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة وهو نادي الجونة. محمود عماد، الكرة الطيرة محمود عوض، استلام بهجمة ثانية تصل ناحية اللاعب المتميز السوداني سيف تيري، على اليمين روعة تصل على الطرف اليمين وليد مصطفى، لسه مع الكرة وليد، عاوز يعدي وليد السندة مرة ثانية، محاولة البحراوي، عرضية خطيرة ولكن يمسكها محمد شعبان. يا الله على الخطورة، عرضية اتلعبت ومستنيها محمد شعبان. مس على اليمين، الكرة الطولية انطلاقة هرب على الطرف اليمين تصل ليسر وحيد المتحرك في كل مكان، باصة بينها خطيرة ولكن يتألق حارس مرمى محمود السيد، يطلع بشكل ممتاز ويحل المشكلة، ولكن تحرك عنتري غير عادي، بص الباصة، بص التحرك بقدم يسر وحيد، والتحرك الطولي بقدم النيجيري بول جوليوس، ولكن تركيز عالي جدا جدا، تركيز عالي جدا جدا، وطلوع في توقيت الصح من حارس مرمى محمود السيد. على طول محاولة من محمد سمير، يطلع كورته عالية ويمسك كورته واحد منه كورة على مرتين، يمسكها على مرتين، عمل ارتقاء بدري قوي حارس مرمى وهو طبعا محمود السيد، وبعد كده نزل لمس كورة وحظه حلو جابها ومسك كورته على 3 مرات. هذا الارتقاء بدري قوي من محمود السيد،
ولكن حظك حلو محمود جابها في المباراة في هذا الشوط. ترجع خالد سطوحي في نص الملعب عند نص الملعب، خالد على الارض للخواجة، والان حكم اللقاء الكابتن محمد يوسف بيصفر بنهاية الشوط الاول في ختام دوري المجموعات. فدي المجموعة، المجموعة الثانية لبطولة كاس الرابطة المصرية، والتعادل السلبي قائم بين الناديين بين فرقه وطلع الجيش. الشوط الاول الشوط الثاني هيبدأ الان، طبعا فرقه هيكون على اليمين بالزي البرتقالي، والجيش هيكون على شمال الشاشة بالزي الابيض الكامل في المباراة. نتمنى الشوط الثاني يكون افضل من الشوط الاول. الشوط الاول ما فيش اي خطورة، ما فيش اي هجمة، ما فيش اي فعالية على مرمى، ولكن حاليا موجود في الدوري، دوري نايل مركز خامس برصيد فاضل نقطة، عرضية عالية راس والهدف، الله الله الله، جول 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 جول، الهدف الأول، الهدف الأول لطلاع الجيش من ضربة ركنية ومن عرضية ساحرة غير عادية بالقدم اليسرى ثم الراسية، والخطفة غير من لاعب غير، هو إضافة وأي إضافة، يسر وحيد، يسر وحيد، كلمة السر في هذه البطولة مع طلاع الجيش، يسر وحيد يعملها ويجيبها ويسجل الآن الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 50 من عمر المباراة. الراسية، الراسية الغير عادية، بص اتحرك ازاي، تحركات بعرض الملعب ممتازة، راح لها وعمل الارتقاء وعمل الجنب العالمي وحطها حلوة جميلة جدا جدا على يمين محمود السيد عشان طلاع الجيش يقول كلمته ويتقدم الآن بالهدف الأول في وسيارة تترد من أبو أمنة، انطلاق الأمام سريع، عبد الرحمن شيكا هرب، راح شيكا وفرقورة شيكا المساندة تصل على اليمين جيدة، يسري وحيد، يسري محاولة هجومية جيدة بعرضية خطيرة، تعدي من الجميع، تعدي من الجميع، مفيش حد موجود، ما راحلهاش أحمد متعب بطل هذه المجموعة، المجموعة الثانية حتى الآن، مهارة بعرضية راسية ولكن بره الملعب، ولكن بره الملعب، طلعت بعيدة بقدم اللاعب أحمد متعب، والرأسية اللي تدرس من يسر وحيد، محاولة بتصويب ولكن فين عالية في المدرجات غير جيدة من لعيبة طبعا فرقة فاركو، ضربة مرمى لطلع الجيش، هذا رقم 30 سيف العجوز، يبقى كده خلاص كابتن أحمد خطاب خلص سيارته الخمسة في الدقيقة 84، محاولة على الشمال عاوز يعدي عدة فرقة خطيرة، هو التصويب والدفاع ممتازة، عبد الرحمن شيكاب، شيكاب تصويب يا الله ولكن بعيدة وعالية عن المرمى، ولكن الفكرة حلو، هذا الأنظار اللي خده رقم 20 علي حمدي، وأنظار كمان من نصير محمد فخري. دقيقة 50 مع عمر اللقاء، الراسية منطقة خطورة على اليمين، وليد علي، وليد، وليد، لسه وليد، خطير وليد بلمسة، ضغط موجود دفاعي، لمسة على اليمين حلوة، تصل محمد فخري بعرضية روعة، هوبا خطير راسية، يا الله ولكن الدفاع، الدفاع المحكم من لعيبة طلاع، تصل لجودوين، جابوها لعيبة فاركو، بلمسة من سيف العجوز، هات وخد، وليد علي ورا للعجوز، عرضية دفاع مية مية بقدم محمد سمير، ترجع ثانية سيف العجوز، الضغط متواصل من لعيب فرقه، في المقابل استماتة دفاعية قوية من لعيب الجيش حتى الآن، عرضية راسية مش ممكن يا راجل، اقول لك ايه، اعيد لك ايه، مش ممكن مش معقول، رزق حمرون يعمل الارتقاء، الارتقاء هو كل الجمال، ولكن الراسية تعدي بشكل غريب وبشكل عجيب، هدف التعادل، هدف التعادل لفرقه بيضيع براسية ذهبية للنجم الجزائري، ترجع لعيب فاركو تخطور محمد عز، الساند اب شريفه تصويبه في جسم اللاعب خالد سطوحي مرة تانية خطيرة، التصويبة الحلوة يا الله يا الله يا الله، لعيب 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 لعيب، اللاعب الجزائري رزق حمرون لعيب وحريف وحطها جميلة ببطن القدم روعة، تعدي يدوب على الشمال حارس مرمى محمد شعبان، تصويبه بشكلها حلو من دجلة لفريق فاركو، مخالفة بقدم محمد فخري، المخالفة على طول الكرة الطولية عالية راسية من الدفاع متابعة، ضربة راس من متعب
تصل تصويب. يا الله يا الله يا الله يا الله، تصويبه صاروخيه زيو بالقدم اليسرى غير عاديه بقدم. وليد علي اه منك يا وليد، خطير رهيب، شويت غير عادي، مدفعجي، تصويبه حلوه 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 حلوه، الزيو المصري والتصويبه والصد الممتازه من محمد شعبان. ياه يا في ملعب المباراه، ادي العاده، ادي الراسيه والتصويبه الغير عاديه، التصويبه الدينه بوم بقدم وليد علي، ولكن صدى واي صدى، تالق واي تالق لمحمد شعبان. والان حكم اللقاء بيصفر بنهايه المباراه، وفوز غالي وصعب، فوز اليوم طلاع الجيش على فاركو بهدف واحد مقابل لا شيء، هدف جميل براسيه روعه الروعه من يسر وحيد، عشان طلاع الجيش يحتل مركز اول في هذه المجموعه عن غداره واستحقاق برصيد 7 نقاط من فوزين والتعادل، وسجل 4 اهداف ودخل مرمى هدفين، وفاركو يا ساده يحتل مركز اخير برصيد نقطه وحيده من تعادل وحيد وهزيمتين، وسجل هدفين ودخل مرمى في هذه المجموعة 5 أهداف. مركز أول طلاع الجيش برصيد 7 نقاط، مركز ثاني هو فريق بيراميدز برصيد 5 نقاط، هم دول أصحاب مركز أول وثاني في هذه المجموعة المجموعة الثانية. مشاهدينا بشكركم، تقبلوا تحيات المعلق الرياضي محمد الكواريني، لكم مني كل التحية، وفي الختام أحلى كلام وسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.